من أكتر القصص اللي بنسمعها في حياتنا إن فلان بدأ مشروع فشل خسر قفل، والناس أول حاجة بتيجي في بالها إن المشروع ده مش ناجح. خليني أصدمك وأقولك إن مفيش حاجة اسمها مشروع ناجح ومشروع فاشل، كل المشاريع بتخدم على بعض والتنوع ده هو أساس النجاح. لكن اللي ممكن نتناقش فيه، هل خططت للمشروع صح؟ هل أسست الهيكل المالي والإداري صح؟ هل سوقت للمشروع صح؟ أنا هنا هختص بالكلام عن التسويق، لأنه الوسيلة اللي بتوصلك للناس. لو عملته بشكل احترافي، مش بس الناس هتعرفك، لأ، دي كمان هتثق فيك وتبدأ في التعامل معاك، لأن الصورة اللي وصلت لهم عنك كانت مشجعة. إزاي تسوق لشركتك بشكل احترافي؟ ده بقى دور شركة إعلانك، إنها تقدم لك أفكار وخطط تسويقية مبتكرة وبره الصندوق من خلال خدماتها التكنولوجية المختلفة اللي بتخدم مشروعك. شركة إعلانك، شريكك على طريق النجاح.